بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جديد حلقة جديدة مع عبد الله أو جيمرين هاوس في حلقة ثانية من سكاي فاكتوري 3، أو قلت سميتها مصنع السماء، ذكر سميتها شيء زي كذا. هذه الحلقة غالبا بنبدأ نشتغل سيفتينج أو بنسوي أدوات، لأن تجميع الخشب بهذه الطريقة يطول مرة. جمعت لي كمية من الديرت الآن، 16 حبة ديرت. الفكرة بحطهم في السيف هنا وقاعد اضغط فيهم عادي مره. ورا ما يطلع لي شيء، يطلع لي هذه المره، في مرات ما يطلع اي شيء، بس اشوي قاعد يطلع الحين. الفكره انه بنحولهم كلهم لستون، ما ادري قديش الكميه اللي احتاجها بالضبط صدقون، بسوي الكميه كلها وبعدين اشوف يعني اقدر اصلح زياده. يعني حتى بالطريقه هذه يعني ما احتاج اسوي مزرعه خشب كبيره عشان اجيب كميات اللي احتاجها. صار بسوي مزرعه خشب بعدين اكيد، بس انها مو ضروري مرة. يعني الخشب نقدر نجيبه اذا يعني وقفت عليه اقدر اجيب كميات كبيرة من الخشب، فمو بمشكلة مرة. فالان عندنا هذه الكمية كلها، تقول المفروض بقيت ديرت زيادة شوي عشان ممكن، والله كثير رجال الكوبل ستون او ستون بيبرز، بس اشوي طلعت لي رقم واحد. الفكرة ان حنا نبي، المفروض سويت تشيست، مدري ايش بسوي تشيست الى الحين، سوي دبل تشيست. بحط التشيست يمكن قريب من الكرافتنج تيبل، ما في مكان قريب، بس مو مشكلة. حط هذولي كلهم هنا، وأحط هذا هنا، والأشياء هذا باخذه معي، وبحط هذولي وهذا بعد وهذا تفاح يمكن استخدمه بعدين. ايوه عرفت شلون اسوي سورت للاشياء، مع طريقة مو مرة مريحة، بس انه تضغط ضغطة وسط حق في الماوس فيرتب لك الاشياء، مو زي اول اضغط ار يرتب لي اياها، بس انه في طريقة بدونها صراحة يصير حوسة مرة. الشيء اللي نبي نسوي سفت لجرافل وساند ودست، فنحتاج ثلاثة، هين ثلاثة نكسرهم كلهم، طلع لنا ثلاثة قربل. بعدين نبي اثنين ساند، بعدين دست، زي كذا هي درجات، كل واحدة تعطي ايتمات مختلفة، فهذه غالبا تعطي اشياء اقوى زي فلنت. ممكن تطلع لي هذه، ما طلعت لي شيء، وش الوساخة هذه؟ وساند، يا لهوي وش السالفة؟ اش وطلع لي شيء نكر حبة واحدة، شكله النسبة مخللة، في شيء غلط، بس نسوينا سفت لهم فنسوي صح. قال بعدين اسوي تولز، انا ابي شو اسمه بون تولز، ابي تولز بالخشب. اول شيء بسوي كسر هذول كلهم، مو بخشب، بونز اللي هو بالعظم، نبي ادوات كلها عظم. خلنا ننام، جا وقت النوم، ما بعد جا وقت النوم. بس شكله مغير في النسب اللي تطلع، ولا في شيء يعني المفروض اسويه يعطيني نسبة افضل، ما ادري بالضبط، بس انها هذا نقدر ننام. ما كنت نقدر اشوف رجولي. ايوه وشكرا ليوسف، يوسف عمر ظاهر او عامر، عامر ظاهر، يوسف عامر سوى تصميم، شوفوا الحين في الصفحة. شكرا، إذا أحد سوى تصميم وده يرسل لي إياه، طبعا هذا حسابه في الانستغرام حتى، شيك على عليه، ما في شيء واجد، بس إنه يبقى فله. شو كنا نسوي؟ إيه نبي يطلع لنا دست عشان نقدر يجينا بون ميل، نحتاج بون ميل عشان أدوات الخشب، نحتاج أربعة، فنقول إن شاء الله يطلع لنا. كان أتذكر إن كان معي 11، ورا صارت 10، لا لا كانت 10، بس انا كنت اول احطها على 3 عشان كذا كان يبقى واحد. الان عندنا دست، دست في احتمالية انه يطلع منه بون ميل، نحن لو تضغط عليه حرف يو يوريك الاشياء اللي ممكن تسويها فيه، وهنا واحدة من الاشياء تقدر تقول له سب، ورنا الاشياء اللي يطلع من السب، يطلع لنا بون ميل، ويطلع لنا هذه الموارد الاساسية، ويطلع لنا اشياء حلوة يعني. فكرة سوي له سب، طلع لنا بون ميل، احنا نبي 4 بون ميل اقل شيء.
والله النسب سيئة جدا، ما توقعت. أنا كنت أقول الحين مكثر. أوف، لا عاد مصيبة والله. لا عاد والله، هو حظي شين، هذا كل الشغل اللي سويته ما طلع إلا هذا بس. لا لا سيء والله، يقول شكلي يا إني مسوي شيء غلط أو إنه السب مضاعفين مرة، كأنهم ما يبونه. تصدق احتمال لأن في ذكر إني وأنا بقلب في الأشياء في مادة ثانية تعطيك موارد، يمكن ما يبون السب يصير قوي عشان تقدر، عشان يصير عندك، يصير أفضل إنك تستخدم طرق ثانية، ما يبون تبخل عليه وبس. يعني شيء كويس بس أنا أخلي البداية أصعب شوي، بس ما في مشكلة. شكلي أجل بقعد فترة زيادة أكسر. وصراحة توقعت إني بديني أسوي أشياء زيادة الحين، بس شكله هذا اللي أقدر أسويه الحين. عندي، هل أقدر أحط الدود؟ خلينا نجرب. إي والله أقدر أحطه كويس، يعني هذا أشياء زيادة. كم حطيت أنا الدودة؟ ما أدري والله كم حطيت الدودة، بس شيء كويس إني ما أحتاج الدود. خلاص صار عندي سترينجز اللي أحتاجها، حتى السترينجز صدقوني يمكن أقدر أحط سترينجز. قاعد أفكر بكم شيء ممكن أسويه. خلينا نحط هذول الحين، نعلق عليها شفتات. طبعا لازم نشرب لنا من القهوة، ترى كل حلقة أسوي كوب جديد المعلومية، مو بهذا الصوت اللي يطلع لما واحد يشرب، بس يلا المفروض كذا يطلع الصوت. مو مشكلة. هذا خلص؟ اي والله. كم حبة؟ خلنا نتأكد. عندنا 40 الحين، هل هي 10؟ احتمال انها 10. اي 10، نقدر نسوي 3 زيادة. خلنا نسويهم، ليش لا؟ طلع لنا موارد، مش بدات يعطينا اشياء زرع كثيرة، وكلها دارك اوك. ليش دارك اوك؟ هذا خاصة باكس نايلو، هل في يعني هذا جاي تبع مود اكس نايلو بس؟ ليش ليش هذا ماينكرافت، هذا بعد اكس نايلو. اتوقع اني فهمت. مش حتى هذا سبروس، هذا اللي نطلع منها الورق صح؟ الا الظاهر ان هذا اللي نطلع منها الورق. لا سبروس اللي هو شجر. خلني اتاكد. SPRU، لا ما اتذكره. هذا الظاهر اللي نقدر نحط 4 في 4 عشان يطلع لنا واحد كبير مرة. وعندنا بطاطس وبريتش، هذا الخايس، هذا أخيس شجر موجود ذبه برا، ما أحب هذا الشجر المعلومية. واحدة من الأسباب اللي خلتني أوقف السلسلة حقت أجريرين سكايز مع فراس، إنها في شخص ما أبغى أقول اسمه فراس خلص كل الأكواد حقنا، وما بقى لنا إلا هذاك الشجر. يعني بقعد أجمع موارد زيادة أكثر بكثير. توقعت إني ببدي أسجل الحين زيادة، بس شكلها لازم أجمع زيادة موارد، ما يكفي اللي معي. شكله كثير والله، وراجع لكم ونشوف. خلينا نحط باقي الدود كله، ما نبي دود. زي ما قلت كثير وراجع لكم. طيب رجعتكم من جديد. ما قدرت اطلع زياده بون ميل، حطيت في اغراض، ما طلعت الا حبه واحده بس. الشيء اللي ذكرته اني ما احتاج اصلا اكثر، الواحده تكفي اني اخلص كل الاشياء اللي احتاجها. احنا نبي نسوي اغراض حقت تينكرز كونستراكت. وش هي اغراض تينكرز كونستراكت؟ اول شيء بنحتاجه كرافتنج تيبل، والباقي مره. الفكره بناخذ هذا زي كذا، زي كذا طلع لنا 4 حبات بلانك باتن. وبعدين بناخذ اول شيء هذه ستنسل تيبل، وبنحط اوك هنا عشان يطلع لنا بارت بيلدر، واخر وحده اللي هي تول ستيشن. كويس، ونحتاج زيادة هذولي، ونقدر بعد نسوي واحدة اللي هي الشيست، اللي تشيست وفوقها حبة. هذه كل الأشياء اللي بنحتاجها الآن. بحطها جنب الشيست هذا،
لا لازم اخليه مكان قريب من التورتش، او التورتش اغير مكانها عشان هذول بيرسمون فوقهم الوحوش. انا اقول بحطهم هنا بشكل مؤقت. السرير قاعد يتحوط، سجن مو بسرير. ستنسل تيبل بخليه عندي كم واحدة؟ عندي ثلاثة صح، فهذا طوله ثلاثة بخليه هنا، وبارت بلدر هنا، وبعدين تول ستيشن هنا. اوب بغيت اطيح، وهذا حطه هنا كذا، اتذكر انه كذا تقريبا يجي، او هنا. هذا باتن تشيست. كويس. الاشياء اللي بنحتاجها هذه حطها كلهم هنا. بحتاج هاتشت وتول رود، الظهر ما يحتاج اسوي لها شيء، وبحتاج البايندينج بس، هذا اللي اتذكر اللي بحتاجهم. الهاتشت هو اللي بخليه من بون ميل. ماتيريالز فاليو، هذا بحتاج زيادة منه يعني، شكلي بحتاج زيادة. نيفر مايند، اجل ما جاب عليكم. ماتيريال كوست، اوف لا، احتاج كمية اكبر بكثير، احتاج عشان بس الهاتشت هذا تقريبا 2.5 قيمة البون ميل، وهذا يحتاج 2، يعني يحتاج 4 8. غير هذا ما اتذكر انه كان زي كذا، ولا انه كان زي كذا بس اني ما قد سويت انه صراحة ادوات بون، دايما اسويها فلنت. بس شفت البون يعني الاشياء اللي اعطيك اياها افضل. كان الفكرة ان الاشياء الثانية بخليها خشب، البايندينج اخليه خشب. شو هذا يستهلك واحد بس، هل اقدر اسويه بالخشب؟ يعني كل شيء يكون بالخشب؟ نشوف نجرب، ما اني سويتها. تاج اثنين بيبقى لي شوي، دبهم ذولي برا. صارت تطلع هنا كويس. واخر شيء هنا بنسويه نقول هاتشت. بنحتاج ستيكس، وشو هذا؟ باك اب، دايما يصير باك اب. النبي هاتشت، نحط ستيك هنا، نحط هذه هنا وهذه هنا. غيروها، احتاج تول رود مو بزي اول. اول كان ما احتاج تول رود، مو مشكلة. جاي المفروض اني ما ذبيت هذيك. لانه صار يستهلك اكثر. طلع لنا ودن هاتشت، هل تشتغل؟ إذا كانت تشتغل شيء كويس. السؤال، هل أقدر أبدل الموارد بعدين؟ هل أقدر أحط هذا وبعدين أحط مادة ثانية عشان أغير، مثلا بغير الراس بس يصير بون بعدين؟ يبي نشوف. هذا بعد تكبر بشكل أوتوماتيكي، والله كويس، يعني أشياء جديدة هذا بالنسبة لي، ما كانت زي كذا أول. المفروض الآن شغلنا يكون أسرع بواجد. الهاتشت ميزتها إنها تقدر تكسر الليفز، بس طبعا الليفز بكسرها أنا بال هذا الشيء اللي هو وودن كروك عشان يطلع لي ساكلينجز أكثر، بس إنها ميزة إن هذا يكسرهم أسرع المفروض. هل في اكس بي؟ إيه كفو، في اكس بي. طيب في أقدر أطور؟ ما قالوا شيء. وين ماي هاند؟ في شيء يتغير؟ تاك سبيد، ماينك سويد اتاك، ما ادري والله. الا الظاهر ان كل ما استخدمت زيادة كل ما بيعطيني قدرات اكثر. شكلي بجد احتاج اجمع موارد كثير مرة صراحة. اول كنت بقول انها اسهل صار تجميع الموارد في البداية، بس شكلها اصعب. يبينا نشوف، لازم حطها هنا بس عشان ما انسى. بجمع موارد كثير مرة بعدين بشوف وش يصير. ايوه هنا، لا ما بعد سويت اداة من البون، بس بسوي اداة من البون. اول ما اجمع الموارد اللي احتاجها بحتاج 8 بون ميل. يمكن فلنت صراحة اسهل، احتمال لو سويته بفلنت بيكون اسهل، بس انه ودي بالبون ميل. ارجع لكم بعدين. طيب رجعت من جديد. قعدت اسوي يعني زرعت كمية تعتبر كويسة. كل شوي قاعد أجمع ديرت، وكل
يعني شغال حصاد، بس شكله يبي لها وقت طويل. ادري الحلقة راح تكون قصيرة، اقصر بكثير من العادة، بس انها لازم انهيها لعدة اسباب. اول شيء اني بسوي، بحتاج اجمع كميات كبيرة، وشيء ثاني هذا بعد كنت استنى يصير عندي 3 هيلث ناقص، عشان هذا يمديكم تشوفون هنا محطوط اني اعبي لي 3، قصدي الجوع 3، وفي شيء زيادة اللي ابي اسويه يطول فترة اكثر، يعني قلت عشان نستفيد منها 100%. بنهي الحلقة هنا، غالبا الحلقة الثالثة بتتأخر شوي، بتشوفون السبب بعدين، يعني احط شيء في القناة او احط في تويتر او انستغرام. احتمال اسوي شو اسمه، احتمال اسوي هذه الفترة لايف اللي هو انستغرام زي حق سناب شات. الفكرة انه تابعوني غالبا انستغرام، تابعوني انستغرام. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة، لا تنسوا لايك فيديو سبسكرايب، مع السلامة.